بسم الله الرحمن الرحيم. احنا محاضرتنا النهارده عن ان احنا cardiovascular assessment of patients before non cardiac surgery pre operative. طيب عشان نعرف احنا ليه مهم ان احنا نشرح المحاضره دي، لازم نعرف ان طبعا هو ده تبع الاوروبيان جايد لاينز، فهم في يوروب بيقول لك ان هو تقريبا البوبوليشن 500 مليون انيوالي، بيحصل 19 مليون ميجور بروسيدور بيخشوا، with معظم البيشنت اللي بيخشوا with minimal cardiovascular risk، انما 30% من this population بيخشوا high risk surgery وهم عندهم high risk cardiovascular complication او clinical predictors. فال overall complication بتوصل ل 7-11% والmortality rate 0.8-1.5%، يعني up to 42% من this patient they have cardiac complication after surgery. هو ده ليه لازم احنا نعمل pre-operative assessment. والريسك اوف pre-operative assessment مش بيعتمد على فاكتور واحد، لا ده بيعتمد على type of operations والurgency والtiming بتاع الoperation. ده في عوامل بتعتمد فيها على البيشنت نفسه وعلى الduration بتاع surgical procedures. عشان كده احنا لازم نختار which patient اللي هنعمله فيه pre-operative assessment. المفروض مش اي عيان هيخش نعمله pre-operative او نحدد cardiovascular risk فيه، لا هو طبعا الجايدلاينز حددت ان العيانين اللي هم هاي ريسك فور كاردياك بروبلم هم اللي يخشوا، زي العيانين اللي هم اسكيميك هارت ديزيز، العيانين عندهم ليفت فنتريكولار ديسفانكشن، الفالفولار هارت ديزيز، اللي عندهم اريزميا، دول العيانين المفروض يبقوا بروبابلي بري اسيسد اي بيفور نون كاردياك سيرجري. طيب هو زي ما العيانين الدكاتره بتوع الانستيزيا بييجوا يقولوا لنا احنا عايزين نكتب كونسنت ان انت العيان ده فيت فور سيرجري ولا لا، ولا هيصلح للانستيزيا ولا لا، لا هو ده مش الغرض من البري اوبرتيف اسيسمنت. البري اوبرتيف اسيسمنت الغرض منها ان انا احدد الكاردياك ريسك للعيان ده لما يعمل الاوبريشن، هو الكاردياك موربيديتي والمورتاليتي والايفنت قد ايه في الاوبريشن دي. الغرض منها تاني ان انا احدد ان انا داخل العيان ده with optimized medical treatment قبل السيرجري، واشوف انهي عيان اللي ممكن يحصل له complication post surgery وابقى عارفاه عشان ابتدي اعالجها. مثلا عيان لو دخل بليفت ventricular dysfunction او عنده previous heart failure او عنده مثلا severe mitral stenosis وهو fit for surgery، العيانين دول more liable انهم يحصل لهم post operative مثلا pulmonary edema او congestion، فلابقى لازم عارف ان العيان ده هيبقى جود مونيتورنج جوه الاوبريشن بهيمودايناميك والفوليوم اللي هياخدها، وان البوست اوبريتيف لازم يتحط مثلا في اي سي يو عشان لو دخل بالمونر قديمه اقدر اعالجها على طول. طيب هما ده ويتش بيشنت، هو الجايد لاينز حددت ان العيانين الهاي ريسك بيشنت اللي داخلين يعملوا هاي كاردياك سيرجري او هاي نان كاردياك سيرجري يشوفوا مالتي ديسيبلينري اكسبرت. التيم ده المفروض يبقى متكون من الكارديولوجي ومن السيرجن ومن الانستيزيا والدكتور اوف انتنسيف كير، ولو هو إلدري بواحد بتاع جيرياتريك. مش اي عيان هيخش، وفي بعض طبعا العيانين اللي هم هاي ريسك بس داخلين يعملوا لو او انترميديات ريسك نون كاردياك سيرجري ممكن يبي اسيست. طيب احنا هنشرح تقريبا البري اوبريتيف اسيسمنت عن طريق ستيب وايز ابروتش. كل ستيب لازم نقول او لا، والانسر هيودينا للستيب اللي بعديها. فالفيرست ستيب اول حاجه ان نيد اوف ايمرجنسي او ايرجنسي سيرجري، اند ذات از ا لايف ثريتنينج اوبريشن زي رابشر ابدومينال اورتيك انوريزم او بيرفوريتد فيسكس. ذير از نو تايم فور مانجمنت، انا مجرد ان انا بحاول اقول للسيرجن ده ان انا ممكن اعمل رابيد اي سي جي للعيان ده، ممكن اسحب تروبونين، ممكن ويك لوك بيت سايد ايكو ان انا احدد العيان مثلا لو عنده ليفت فنتريكولار اجكشن فراكشن واطي، عنده سيفير اورتيك ستينوزس، بحيث ان هو ياخد باله في الهاي ريسك سيرجري دي ان هو لازم ياخد جود مونيتورنج للعيان ده، وبعد كده العيان ده يبقى ريسك اسيسد بعد ما يطلع من الاوبريشن. يبقى اول حاجه لازم احدد التايب اوف اوبريشن، ان كانت ايمرجنسي اللي هي لازم تتعمل less than 6 hours فده there is no time for medical management، انا كويك لوك على العيان والعيان بيخش للاوبريشن.
الأورجنت أوبريشن هي بتحصل ما بين 6 to 24 hours. دي زي acute limb ischemia, obstructed bowel, برضو تقريبا زي الامرجنسي سورجي. ما بيبقاش فيه وقت ان انا اغير المانجمنت بتاع العيان, انا مجرد ان انا بمونيتور العيان جود مونيتورنج جوه الاوبريشن, وبعد الاوبريشن بيبتدي اشوف الريسك بتاعه ايه. طب التايم سنسيتيف اوبريشن دول تقريبا هم كل الكانسر اوبريشن اللي هم كان بي ديليد اب تو 6 ويك او لحد 6 مونث. فدول في تايم ان انا اقدر ابتدي اعمل بروبر مانجمنت للعيان ده. هو مش الارجنت سيرجري ان انا لازم اخش دلوقتي, ممكن العيان ده ابتدي اظبط له الميديكال تريتمنت لو محتاج وبعد كده اوبريت للبيشنت. الكتيف سيرجري اللي هي ممكن من 6 مونث لحد اب تو 1 يير انها هتبقى ديليت زي اي اوبريشن ممكن تتعمل. فدي بتديني وقت ان انا بروبر اسسمنت للعيان واعمل ميديكال تريتمنت بتاعي. لو العيان ده محتاج مثلا بي تي سي وستنت ممكن اركبها, لو محتاج حاجه تانية اقدر اظبطها له. طيب لو هي مش urgent operation هبتدي ادور if there is an active cardiac condition ولا if there is active cardiac condition هفوسبون ال, احنا بنتكلم دلوقتي على elective surgery او time sensitive. فهو لو في active cardiac condition yes هديلي الoperation لحد ما اعالج الactive cardiac condition. طب هي ايه الactive cardiac condition اللي انا بدور عليها؟ اللي هي acute coronary syndrome, يعني لو عيان جاله myocardial infarction within 30 days او نون اس سي اليفيشن مايوكارديال انفاركشن. العيان ده انا ما اقدرش ادخله دلوقتي الكتيف اوبريشن, انا لازم اعالج الاكيوت مايوكارديال انفاركشن حسب الجايد لاينز بتاعتي والاوبتمايز الميديكال تريتمنت وبعد كده ادخله السيرجري بتاعه. لو دي كومبنسيتد هارت فيلير لازم اظبط الهارت فيلير, ادي الانتي دايوريتكس بتاعتي اللازكس, ادي الايس انهبيتور, اظبط الدوز بتاع البيتا بلوكر بتاعتي وبعد كده ابتدي ادخل العيانين ده الاوبريشن. ان لو دخلت العيان في هارت فيلير الريسك اوف اوبريشن بتاعي بيعلى جدا. لو في سيجنيفيكانت اريزميا زي اتريال فايبريشن ويز رابيد فنتريكولار ريسبونس دي لازم اول او هاي جريد اي في بلوك او فنتريكولار تاكيكارديا, الحاجات دي لازم اعالجها هي الاول وبعد كده اودي العيان الالكتيف سيرجري بتاعتي. السيفير فالفولار هارت ديزيز مين اللي بيقصدوا بيها السيفير اورتيك ستينوزس, ما ينفعش ادخل عيان سيمتوماتيك سيفير اورتيك ستينوزس اوبريشن الكتيف زي هيعمل كوليسيستكتومي مثلا, لان الريسك بتاع الاورتيك ستينوزس اعلى من الريسك بتاع الاوبريشن الثانيه. ف وده لا, لان العيانين اللي بيخشوا بسيفير سيمتوماتيك اورتيك ستينوزس الريسك اوف ديث بتاعهم بيبقى 10%, فده ريسك عالي قوي ان ناخده في عيان الكتيف سيرجري. ده لازم يروح الاول يعمل الاوبريشن الفيرست فور فالف ريبليسمنت وبعد كده ابعته للكتيف سيرجري بتاعته. طيب لو جاي العيان ده urgent السيفير aortic stenosis ده مش هقدر اعمل حاجة الا انا هدخله واقول للسيرجن ده high risk patient for good monitoring. تمام؟ طيب لو انا مش urgent operation وما عنديش cardiac active cardiac condition ال step 3 اللي لازم اسأل نفسي عليها ال risk بتاع ال operation ده ايه؟ لو low risk operation زي ما هنشوف يخش السيرجن without further investigation. طيب لانهم لقوا نفسهم الجراحين او الجايد لاينز لقت ان التايب اوف سيرجري نفسها بتكاري كاردياك او مورتاليتي بيري اوبراتيف مورتاليتي بير سي من غير العيان ليها ريسك, وقسموها لو ريسك ان هي الريسك اوف اوبريشن بير سي ليس ذان 1% او انترميديت ريسك اللي هي 1 تو 5% او هاي ريسك اللي هي مور ذان 5%. اللو ريسك بروسيدر اللي احنا بنتكلم عليها دي العيان ممكن يخش من غير اي فيرذر assessment او investigation تانية زيادة, زي مثلا cataract operation, زي dental procedures, زي اي superficial skin surgery ممكن العيان يعملها, او gynecological بس تبقى minor, او urological اللي هي minor اللي هي transversal resection of the prostate. انما لقوني في operation تانية ال risk of operation per se is very high على ال patient, زي vascular surgery اللي هي منها الاورتيك ريبير وحتى البريفرال اورتيك البريفرال ارتيريال ديزيز. لما احنا نقول بريفرال ارتيريال ديزيز دي مش خطيره قوي زي الاورتيك, لا التايب اوف بيشنت ده بتاع البريفرال ارتيريال ديزيز والكوموربيديتيز بتاعتهم ان هم يوجوالي بيبقوا اردلي, بيبقوا عندهم دايابيتس, بيبقوا معاهم اسوشيتد كورونري ارت ديزيز, بيخلي البيشنت ده الريسك بتاعه عالي. فعشان كده هم حطوا العيانين دول هاي ريسك سيرجري. طبعا في لسته كبيره لازم نبقى حافظينها زي ليفر ريسكشن و
ادرينال ريسكشن اللي بيبقى معاها فيري سورج من النور ابينفرين وابينفرين في السيركيليشن، فدي بيخليها فيري هاي ريسك سورجر. الانترميديت بقى زي هيد اند نيك سورجري والرينال ترانسبلانتيشن وبقيه الليسته الكبيره دي. اوكي طيب، وهي برضو الريسك اوف سورجري بيعتمد مش على الريسك اوف سورجري باي اتسلف، هي ويتش سورجري فور ويتش بيشنت. انا ممكن مثلا الاعتقاد مثلا الاندوفاسكولار ريبير وابدومينال اورتيك انيريزمي دي عمليه سهله، ان بيبقى الاوبراتيف مورتاليتي والموربيديتي فيها بتاعتها بتبقى واطيه، فاقول دي احسن من الاوبن فاسكولار سورجري. بس لا، العيانين دول او السورجري دي نفسها بيبقى ريليتد الفريكوانسي بتاع الجرافت كومبليكيشن وري انترفينشن، وان انا اعيد تاني الانترفينشن فيه او ان انا احاول العيان ده الاوبن فاسكولار سورجري، بيخلوا اللونج تيرم ريزلت بتاعها شبه الابدومينال اورتيك انيوريزم الاوبن. وان الاوبن فاسكولار سورجري دي مش وحشه قوي، لا هي المورتاليتي عاليه فيها في 30 دايز، بس على اللونج ران هي بتبقى فيها لوور تكنيكال فيلير اقل، والفري امبيوتيشن فيها بيبقى اعلى، والسرفايفر ريت فيها بيبقى احسن في الباي باس جراف along a long time. فهي مش التايب اوف سيرجري، يعني لو عندي عيان elderly بس الكوموربيديتيز بتاعته قليله واللايف اكسبكتنسي بتاعته كبيره، يبقى احسن اعمله الاوبن فاسكولار سيرجري احسن من اعمله اندوفاسكولار. انما لو عيان كبير والكوموربيديتيز بتاعته عاليه والريسك اوف اوبريشن بتاعته عاليه، فيبقى ده الاحسن فيه ان انا اعمله الاندوفاسكولار ريبير. فهي مش سيرجري بير سي، لكن هي ويتش سيرجري فور ويتش بيشنت ات از ذا بيست. زي مثلا لما بنقول ان اللاباروسكوبيك سيرجري احسن من الاوبن، انها اخف وان انها ليس ايشو تروما، وان الانتستينال باراليسيس فيها بتبقى اقل، في الهوسبيتال ستي بتبقى فيها اقل مثلا، والفلويد شيفت فيها اقل. انما اللاباروسكوبيك سيرجري دي عشان اعملها بحتاج ان انا اعمل حاجه اسمها نيموبيريتونيوم، ان انا بحقن جاز كتير في الابدومن عشان يبقى بي ديستندد. الجاز ده ليه مشاكل كبيره، ان هو بيزود المين ارتيريال بريشر وبيزود الانترا ابدومينال بريشر، فبيزود المين ارتيريال بريشر والسنترال فينس بريشر والمين بالمونري ارتر، بيزود الكابيلري ويدج بالمونري كابيلري ويدج بريشر والسيستميك فاسكولار ريزيستنس، وكل ده بيأثر على امبيريال كاردياك فانكشن. فالعيانين بتوعي فدول بيبقوا مور لايبل، العيانين دول يجي لهم اريزميا هايبرتنشن وبالمونري ايديما، فده التايب اوف سيرجري ده مش مناسب للعيانين الكاردياك فيلير بتوعي، فرغم انها عمليه كويسه بس ما تنفعش العيانين بتوعنا، ولا العيان الديبليتد ولا العيان الاوبيز، ان دي فيري بيردن على الهيمودينامكس، فما تنفعش العيانين دول. فهي مش ويتش سيرجري هي كويسه، لا هي ويتش سيرجري فور ويتش بيشنت. ودي ريكومنديشن ان اي عيان يخش قوي اي بالراباروسكوبي او الاوبن سيرجري لازم اعمل له البري اوبراتيف اسسمنت، ان في الابدومينال اورتيك انوريزم اللي اكتر من 5.5 it is both endovascular repair او الاوبن سيرجري is recommended حسب الريسك اوف ذا بيشنت او التايب اوف بيشنت اللي اصلح له التايب ده يتعمل له. وان العيانين دول اللي هما البريفرال ارتيريال ديزيز برضو ممكن نشوف انهي احسن لهم يتعمل لهم الباي باس جرافت ولا الستنت. طيب لو انا مش urgent operation وما عنديش active cardiac condition والoperation دي مش low risk، يبقى لازم ابص على الستيب الرابعة اللي هي الفانكشنال كاباسيتي بتاعت العيان ده. لو good functional capacity العيان ده يخش يعمل surgery. ازاي بحدد الgood functional capacity ده؟ هما حددولها ان هو لازم العيان يقدر يعمل 4 مت، اكتر من 4 مت، اكتر من 4 مت ده يعني العيان يقدر يطلع دورين سلم او يجري فور شورت ديستانس. قالك العيانين دول لو دخلوا بجود ميديكال تريتمنت الريسك فيهم اوف اوبريشن واطي، مش محتاج اعمل فيرزر اسسمنت ولا اعمل لهم نون انفيزيف ستريس تيست مثلا او اي حاجه. العيان ده اكتف وهو اكسرسايز هيم سيلف، انا مش محتاجه ان انا اكسرسايز، هو اسيمتوماتيك، فالريسك فيهم بيبقى قليل. ودي اللي مثلا الوان مات ان هو العيان بس هو كان ايت ودريس ويتمشى في البيت، اللي يقدر يمشي 100 متر او اقل من 2 بلوك ده من واحد يعني ده 3 متر، الاربعه اللي هو يقدر يطلع دورين سلم او يجري فور شورت ديستانس، اللي اكتر بقى من 10 متر ده اللي هو الفيري فيزيكال فيت اللي هو بيعمل سترينس اكسرسايز اللي هو سويمنج وباسكت بول والبلايرز. ف
لو العيان يقدر يطلع من اكتر دورين سلم اللي هو اكتر من 4 ميت، فده العيان ده يعني يقدر ده جود فانكشنال كاباسيتي. طيب الستيبل 5 اللي هو هي مش اورجنت اوبريشن ومفيش اكتيف كاردياك كونديشن وهي مش لو مش لو سيرجري والعيان مش قادر احدد الفانكشنال كاباسيتي بتاعته او بور فانكشنال كاباسيتي، ساعتها لازم ابتدي الريسك بتاع الاوبريشن بيعتمد على حاجتين، على الكلينيكال ريسك فاكتور بتاع العيان نفسه والتايب اوف اوبريشن اللي هو داخل يعملها. فلو هو العيان عنده 3 اور مور كلينيكال ريسك فاكتور اللي احنا هنعرفها دلوقتي وداخل يعمل هاي ريسك سيرجري اللي هي الفاسكولار سيرجري، ده لازم كونسيدر ان انا اعمل فيه نون ستريس او نون انفيزيف ستريس تيست، لازم اعرف الفانكشنال كاباسيتي بتاعت العيان ده والريسك بتاعه قد ايه، ان هو مش قادر يمشي فانا مش عارفه هو اسيمتوماتيك عشان هو كويس ولا هو اسيمتوماتيك عشان هو مش قادر يجري. تمام؟ هيقول لي ايه لو طلع مثلا ان هو لو ريسك في الدوبيتامين، عنده شويه اسكيميا بس في 2 سيجمنت او في 1 سيجمنت، فانا عرفت ان العيان ده اسكيميك مثلا بس مش هاي ريسك، ده ممكن اوبتمايز الميديكال تريتمنت ويخش يعمل السيرجري بتاعته. انما لقيت مثلا عنده لارج ديفكت او كذا سيجمنتس ابتدوا يبقوا جت اسكيميك، او ان الاسكيميك ثريشولد بتاعه حصل على فيري لو اسكيميا ثريشولد عن 60% من البريدكتد هارت ريت، يبقى ده عيان ده فيري هاي ريسك، ده ما ينفعش يخش، ده لازم ان انا انجو الاول وهديلي الاوبريشن زي ما هنقول بعد كده، وبعد كده ادخله الالكتيف اوبريشن. كل ده احنا بنتكلم على الكتيف اوبريشن او تايم سنسيتيف، مش لا ايرجنت ولا ايمرجنسي ولا كانسر. لا ما كانسر هما دول التايم سنسيتيف، انا ممكن ادخل العيان ان انا اقدر اجل العمليه لمده شهر لحد ما اركب الستنت بتاعتي، والشهر اللي هو اللي هنعرف ان هو ده المشكله وادخله بعد الشهر ده. تمام؟ طيب وده كلاس 2A. لو العيان ده عنده 3 or more risk factor بس داخل يعمل intermediate risk surgery، او عنده 1 or 2 clinical risk وداخل يعمل high or intermediate، either العيان ده ممكن to proceed فيه للسيرجري under optimal medical treatment ودي كلاس 2A، او ان انا اعمله stress test لو انا شايف العيان لا ده لا يعني عنده risk of MI كتير مثلا، او شك ان هو لا العيان ده لازم الاستريس فيه هيطلع ان هو لارج اسكيميا، فده لازم اعمل له ستريس وده كلاس 2 بي. لو العيان ما عندوش اي ريسك فاكتورز فممكن يخش يعمل سيرج ويزاوت فيرزر انفستيجيشن. طيب ايه هما الكلينيكال بريدكتور؟ هما قسموهم لهاي ريسك بريدكتور اللي هما هيستوري اوف اسكيميك هارت ديزيز، هيستوري اوف كومبنسيتد او بير هارت فيلير، او هيستوري اوف سيريبرو فاسكولار ديزيز، او دايابيتس ميليتس، او رينال انسفيشنسي بالكرياتين اعلى من 2 ملي جرام. وفي مايلو ريسك بريدكتور ان هم قالوا ان دول بيرسي لوحدهم ما بيشكلوش اندبندنت ريسك او ما بيزودوش الكاردياك ريسك جوه الاوبريشن، ان العيان يكون اكبر من 70 سنه بس هو فيري فيت فمش هيعمل له حاجه. ابنورمال اي سي جي مثلا عيان عنده ال في اتش او رايت باندل برانش بلوك دي مش كبيره، او مثلا اتشر فايبريليشن او ان كنترول هايبرتنشن، الحاجات دي مايلو ريسك بريدكتور ان هم باي اتسلف ما بيزودوش الريسك of the operation. هي المشكلة في اللي فوق اللي هما الهاي ريسك بريدكتورز، دول استيميتد ب 2 مودلز من الريسك ستراتيفيكيشن اللي هو المهم فيهم الريفايزد كاردياك ريسك اندكس اللي هو بيحدد ال 30 day mortality وموربيديتي بتوع العيانين بعد النون كاردياك سيرجري، وهو بيديتكت تقريبا ال 30 day mortality للميوكارديال انفاركشن والبالمونري ايديما والانتريكلر فايبريليشن والكارديك اريست والكمبليت هارت بلوك. في انذر استيميشن موديل هو اسمه ناشونال سيرجيكال كواليتي امبروفمنت بروجرام، ده بروجرام بيبقى موجود على الاونلاين بنخش وبيبتدوا يملوا البوينتس فيه وبيحسب الريسك بوست اوبريتيف ريسك بس الحاجتين بس الكارديك مورتاليتي والام اي بس ما بيحسبش بقيه الفاكتورز الثانيه. الـ Revised Cardiac Risk Index ده بيعتمد على 6 Independent Predictors بس هو أول واحدة الـ Guidelines اللي هي الـ Type of Surgery يعني هما شالوها لوحدها لأنها احنا قلنا أنها الـ Surgery by itself ليها Risk لوحدها فهما شالوه برا الـ Estimation فبقت في 5 Clinical Risk اللي هي بتعتمد على الـ History of Ischemic Heart Disease، History of Heart Failure، History of Cerebrovascular Disease، الديابيتس ميليتس اللي بتريكوير انسولين تريتمنت، والبري اوبريتيف سيرم كرياتين الاكتر من 2 اللي هم الهاي كلينيكال ريسك فاكتور اللي احنا قلناها.
بيبتدوا يحددوا كل ريسك من دول بياخد بوينتس ويبتدوا يأسس عدد البوينتس دي، وعلى أساسها بيستميت الكارديك الريسك of each complication. مثلا لو العيان ده ما عندوش أي ريسك فالكمبوزيت إن بوينت اللي يحصل مثلا كارديك داس ونون فيتال ام اي ونون فيتال كارديك أريست ودول كلهم بيبقى مثلا قليل قوي بيبقى 0.4، على عكس العيان لو عنده 3 or more risk factor بيبقى الريسك انه يحصله ده 5.4%. وفي تاني اللي هو الموديل ده بيحدد تاني برضو الميوكارديال انفاركشن والبلمونري اديما والفنتريكولار فايبريليشن، برضو ليهم كل حسب النمبر اوف ريسك بيحسبوا الاستيميت الريسك او بوست اوبراتيف 30 داي بوست اوبراتيف الحاجات دي تحصل قد ايه. اوكي، ده الجايد لاينز ان هو اي عيان لازم نستيميت الكلينيكال ريسك فيه، ودول التو الاستيميشن مودلز اللي احنا بنستعملهم اللي هو اللي ريسك اللي هو ريفايزد ريسك كاردييك ريسك والناشونال سيرجري ده. اوكي طيب العيان ده انا قررت ان هو عنده 3 اور مور ريسك فاكتور وداخل يعمل فاسكولار سيرجري، فانا هعمل له ستريس تيست. طيب ويتش ستريس تيست؟ طبعا احنا عندنا تو تايبس اللي هو الفيزيكال اكسرسايز اللي هو يوز تريدميل اور بايسكل ارجوميتر. طبعا ده كويس ان هو بيديني فانكشنال كاباسيتي بتاعت العيان ان هو بيجري، فبقدر احددها فعلا هو اسيمتوماتيك ولا عنده سيمتومز، وبايفاليت البلاد بريشر والهارت ريت ريسبونس، وهيشوف لي الاسكيميا. بس الفاليديشن ده ان احنا معظم العيانين اللي داخلين بريفر فاسكولار ديزيز فهم ما بيقدروش يجروا، او اورثوبيديك فهم مكسورين ومش قادرين يجروا، او عندهم نيو بروبلم، فهو مش فيزيبل قوي ان انا احدد بيه الريسك بتاع الاوبريشن. ولو ان الاكيوريسي في ميني ستادي مش سيجنيفيكانت قوي مع الاي سي جي تشينجز، فاحنا وي ليفت مع الفارماكولوجيكال ستريس تيست اللي هم دول العيانين اللي هم ليميت اكسرسايز تولرنس. هل هعمل لهم نيوكليير برفيوجن ايمجينج لا ستريس ايكو ايذر باي اكسرسايز اور فارماكولوجيكال اللي هو باي دوبيتامين او داي بايريدامول؟ هما لقوا ان التست دي is very good negative test، يعني لو انا طلعت ان التست ده negative مفيش اسكيميا، الريسك of operation في العيان ده تقريبا بتبقى قليلة جدا. انما ال positive predictive value يعني عيان التست ده لو طلع positive حصل regional wall motion abnormality مثلا في الدوبيتامين، مش معنى كده ان العيان ده لو دخلته surgery هيحصل له مشاكل او هيحصل له myocardial infarction. ان لقوا البوزيتيف بريدكتيف فاليو بتاع الدوبيتامين تقريبا اراوند 20% وبتاع نيوكليير 12%. بس العيان اللي هيحصل له فيري لارج ديفكت في النيوكليير او اكستنسيف ريجنال وول موشن ابنورماليتي او هيحصل له ات لوور الريسك مثلا بدايه الدوبيتامين مثلا عند 10 مايك ابتدى يحصل له اسكيميا، او قلنا زي ما قلنا عند اقل من 60% من الايج بريدكتد ماكسيمم هارت ريت، لا العينين دول فيري هاي ريسك ودول لازم اعالجهم الاول قبل ما يروحوا السيرجري. تمام، وما لقوش فيه فرق بين ان انا اعمل نيوكليير او دوبيتامين او اكسرسايز ايكوكارديوجرافي في العينين دول. تمام، هو ده اللي احنا قلناه ان العينين اللي هم high risk surgery و high clinical predictors لما عندهم 3 او اكتر و poor functional capacity دول لازم اعمل لهم non-invasive stress. العينين اللي هم intermediate و high risk surgery وعندهم 2 risk factors يتعمل لهم ده class 2B. انما لو عين ما عندوش اي low risk surgery وما عندوش اي clinical مفروض ما عملوش اي any type of stress test. اوكي طيب احنا كده خلصنا ال steam step wise بتاع العيان ان احنا ازاي مين العيان اللي هنوديه الاوبريشن وهنعمل له ايه. طيب في حاجه تانية احنا قلناها ان الايم اوف بري اوبراتيف ايفالويشن ان احنا نظبط الميديكال تريتمنت اللي العيان ده المفروض ياخده وايه اللي نديه وامتى نوقفه وامتى نريزيوم تاني. فاول حاجه مهمه ان البيتا بلوكرز دي من اهم الحاجات اللي العيانين تقريبا الاسكيميك كارد ديز معظمهم ماشيين عليها. البيتا بلوكر لقوا انها بتديكريز الريسك فاكتورز لانها بتديكريز الكاردياك مورتاليتي والميوكارديال انفاركشن، انها بتقلل الهارت ريت وبتقلل الميوكارديال اكسجين كونسامشن للعيانين، ودي كوست افكتيف ان العيان يخش عليها الاوبريشن. هو لو العيان ده مش هاي ريسك وانا اديته جود بيتا بلوكرز فدي بتقلل المورتاليتي كويس جدا. طيب هو البيتا بلوكر ده اسمه ايه؟ ده العيال مش عليها ده كده هنقول لسه، استنى السلايد اللي بعدي. طيب
بس لقينا ان البيشنت هم لقوا ان العيانين الهاي ريسك سيرجري سوري الهاي كاردييك سيرجري لازم يبقوا ماشيين لقوا ان البيتا بلوكر فيها بتقلل فعلا المورتاليتي والموربيديتي، انما لقوا ان العيانين اللو ريسك سيرجري او لو ريسك كاردييك ريسك لو ابتدينا فيهم البيتا بلوكر او اديناهم بيتا بلوكر كروتين فلقوا لا ان هم بيزودوا الريسك بالستروك والدس لانهم بيعملوا برادي كارديو هايبوتنشن، فما لقوش ان الريسك اوف كاردييك البوست اوبراتيف كاردييك ريسك بتقل. هما دول العينين هما اللو ريسك ان انا اقول طب ما انا اديله بيتا بلوكر روتين، لا ما ينفعش روتين ان هو بيزود يعني ده ممكن اتقبل فيه الريسك ده ان هو هاي ريسك فور كاردييك كاردييك بيشنت فهتقبل فيه ان هو انا هستفاد ان هو هيديكريز المورتاليتي والمايوكارديال انفاركشن، انما لو انا هدي روتين لا فانا هاخد الورث بتاعه ان هو هيزود الستروك والديس ان هو هيعمل لي برادي كارديو هاي بوتنشال. اوكي طيب ده الراشونال ان انا امشي على البيتا بلوكر زي ما محمد كان بيقول لو العيان ده ماشي على كرونيك تيوز للبيتا بلوكر هكونتينيو البيتا بلوكر من غير ما اوقفها تمام، ودي كلاس 1 انديكيشن. طب لو عيان دونيفو محتاج مثلا هو عيان اسكيميك هارت ديزيز او من دي مثلا عشان اكونترول الاتريال فايبريليشن الفنتريكولار ريسبونس بتاعه او عيان هارت فيلير وانا ماشي على بيتا بلوكر وده جالي في البري اوبراتيف اسيسمنت وما كانش ماشي عليه انا هبتدي له البيتا بلوكر ده، ففي راشونال عشان امشي عليه ان انا دونت انيشيت شورتلي بيفور سيرجري مش العمليه بكره وانا ابتدي البيتا بلوكر دلوقتي، لا انا هبوستبون السيرجري دي لحد ما اوصل اللي انا عايزاه من البيتا بلوكر بالديوريشن اللي انا عايزاها بالدوز اللي انا عايزاه وبعد كده يعمل السيرجري بتاعته. ما هو هم لقوا ان الاكسبتد دراجز الاتينولول والبيسوبرول ولقوا دول احسن من ميتوبرول، فانت ممكن تمشي على اي واحد من الثلاثه بس الاتينو والبيسو احسن من الميتوبرول تمام. لا ميتوبرول اسوأ واحد فيهم. البيسوبرول طبعا هو اللي استدد في العينين الهارت فيلير وفي الاسكيميا فدول هو اللي ممكن هيمشي عليه، الاتينو بقى ممكن يمشي لو العيان مثلا فور اتريال فايبريليشن وجوز فنتريكولار ريسبونس مجرد ما انت عايز تمشي بس عشان تكونترول فنتريكولار ريسبونس، انما البيسوبرول هو اللي استدد في الهارت فيلير فهو ده اللي هيمشي عليه تمام. فهو اتليست انا لازم استارت البيتا بلوكر 1 ويك قبل الاوبريشن واب تو 30 دايز وفي الفتره دي هبتدي اجراديويت الدوز سلولي واتايتريت برضو سلولي كل مثلا اسبوع يجي اتايتريت الدوز بتاعتي لحد ما اوصل التارجت بتاعتي 60 ل 70 بيت بير مينيت. وطبعا ان انا هستخدم بيتا سيلكتيف احسن وزاوت انترنسك سيمباثيك اكتيفيتي، ودي ريكومنديشن بتاعت البيتا بلوكر ان انا كونترا انديكيشن انا روتين ان انا ابتدي البيتا بلوكر او انا ستارتد ايرلي اف بيفور سيرجري بتاعي تمام. طيب الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم يعني ان معظمهم ماشيين عليه هما ما لقوش ان الاس انهبيتور لي او طبعا الاربز ليهم اي تشينج في ان هما بيديكريز 30 داي مورتاليتي ولا الكاردييك كومبليكيشن افتر سيرجري، بالعكس هما لقوا ان الاس انهبيتور ممكن تعمل هايبوتنشن دورينج الانستيزيا. فالراشونال بتاعي لو الاس دي مكتوب عشان هايبرتنشن تريتمنت اوف هايبرتنشن ان انا اوقفها 24 اورز بيفور الاوبريشن على امل لو حصل هايبوتنشن يبقى الايفكت بتاعه او الايفكت بتاعها قليل وريزيوم افتر سيرجري as soon as ان البلاد فوليوم والبريشر بتاعي ار ستيبل. طيب لو انا كاتبه الاس انهبيتور فور ليفت فنتريكولار سيستوليك ديسفانكشن لا ده العيان ده الايفكت بتاع الاس ده لازم يفضل ماشي وممكن يفضل ماشي ياخده لحد المورنينج بتاع السيرجري الا لو انا شفت ان البلاد بريشر بتاع العيان ده 90 60 فده بوردر لاين فلا ده افضل انا اديله مثلا نايت دوز ويخش الاوبريشن تاني يوم ما ادروش المورنينج دوز بتاعته. كالسيوم شانل بلوكر لا لا الجايد لاينز هو الكالسيوم شانل بلوكر بنديها الامنودبين لا ما قالوش كده هو الاس بيوقف ان عشان الهايبوتنشن لا ماليش دعوه بالبراكتس انما الكالسيوم شانل بلوكر هي من الادويه شويه اللي ابتدت الرول بتاعها يعني احنا بنديه وين البيتا بلوكر از كونترا انديكيتد او العيان مش تولوريتد او في كونترا انديكيشن. الاميدوفين كويس بس ما هو برضه هو لونج اكتنج وهيوطي الضغط ومين قال ان الاميدوفين مش هيوطي ضغط العيان؟ تمام؟ طيب
طيب انتي بليتلت ثيرابي معظم العيانين بتوعنا ماشيين على اسبرين وساعات ماشيين بقى كمان على بلافيكس وديوال انتي بليتلت. هم لقوا ان من ربع عيانين او 200,000 عيان عاملين ستنت 3.5% منهم هيخش يعمل نون كاردياك سيرجري ويزن 6 مانس، يعني تقريبا 41% هيعمل الكتيف سيرجري. ده طبعا بيكاري فيري هاي ريسك اوف مايوكارديال انفاركشن تقريبا 5%، و21% من دول بيبقوا فيتال. البيلدينج ريسك بيبقوا 32% في ذيس بيشنت، ان العيانين دول داخلين على اسبرين وبلافيكس بالذات لو ارجنت اوبريشن وما قدرتش اوقف الانتي ديوال بليتلت. والاول كوز مورتاليتي كان تقريبا استيميتد فيهم 4.4. طيب الريسك اوف ثرومبوزس بتاع الستنت بيعتمد طبعا على التايب اوف سيرجري اللي انا هعملها، على لو انا هوقف الدابت اللي هو ديوال انتي بليتلت ثيرابي هوقفه، على الانجيوغرافيك ريسك بتاع العيان ده. مثلا لو العيان ده كان كومبلكس بي سي اي او حصل كومبليكيشن دورينج السيرجري او دورينج الستنت دايسكشن او حاجه، كل ده بيعلي الريسك بتاع الستنت ثرومبوزس. الكلينيكال ريسك ده عيان دايابيتك، لو عيان عنده رينال فكل ده بيعلي الريسك. والتايب اوف ستنت لو كانت بير ميتال او اولد جينيريشن من الدراج الوتينج ولا هي نيور جينيريشن من الدراج الوتينج ستنت. طبعا الثرومبوزس بيزيد كل ما الديوريشن بين النون كارديك سيرجري والبي سي اي كانت اقرب، لان ده بيخليني طبعا هايبر كواجلب ستيت بيبقى اعلى وانكريز انفلاميشن والستنت ار نوت فولي اندوثيريالايزد، وان انا هعمل بريماتشور ديسربشن اوف الدكت. في وان ستادي ابتدوا يشوفوا طب الريسك اوف اوبريشن على عيان ماشي او مركب ستنت قريب ايه الريسك ان انا يحصل لي كومبليكيشن. لقوا ان العيانين دول لما انا بدخلهم فاخدوا جروب من عيانين اسكيميك هارت ديزيز وعاملين بي سي اي فيرسس عيانين ما عندهمش اسكيميك هارت ديزيز ومن غير ما عندهمش طبعا ستنت، فلقوا ان في اول مانس هو ده كان اخطر وقت ان انا اعمل فيه نون كاردياك سيرجري فيهم. لو ان الستنت بتقفل كومبيرنج للعيانين النوت اسكيميك فيري هاي، كان الريسك اوف اول فورم اول كوز مورتاليتي فيهم عالي خالص. انما لقوا ان الكومباريزون بينهم في بعد شهر او اثنين تقريبا ذا سيم، وبعد 2 تو 12 مانس تقريبا الريسك قل خالص وبرده ذا سيم بين التو جروب اوف بيشنت. طيب الراشونال ان انا امشي على ديوال انتي بليتلت تبع اليوروبيان جايد لاينز للدابت تريتمنت، ده هو ده اللي المفروض نمشي عليه، ان هو لو الستنت دي محطوطه underlying stable coronary artery disease whatever it is drug eluting or perimetry stent هبص على risk of bleeding. لو very لو risk of bleeding لو ما فيش risk مش high risk of bleeding المفروض امشي على dual antiplatelet for 6 months وده class 1 indication، وان انا اكمل 12 months ده class 2b. انما لو في high risk of bleeding ان انا امشي على 3 months ده class 2a، وان انا اوقف بعد شهر ده class 2b. طيب لو الستنت دي محطوطة on top of acute coronary syndrome whatever it is bare metal او drug eluting stent برضو هبص على risk of bleeding. لو no risk of او risk of bleeding واطي همشي على dual antiplatelet لمدة 12 شهر وده class 1. انما لو في risk of bleeding عالي همشي لمدة 6 شهور بس وده class 2a. ده المفروض الريجيمنت لو انا همشي على الانتي ديوال انتي بليتلت ثيرابي. طيب لو العيان ده بقى المركب ستنت ابتدى يحصل له داخل نون كاردياك سيرجري فهوقف، المفروض ان انا اوقف البي 2 واي 12 انهبيتور اللي هو الكلوبيدوجرل وامشي. المفروض العيانين دول بيتر ان هم او مش بيتر هم لازم يمشوا على الاسبرين وقت السيرجري. هم لقوا ان هو whatever it is في اكوت كوالري سيندروم or other high ischemic risk feature هبص عليه. لو لا contraindication في اي عيان ان انا اعمله elective surgery في اول مانس، ان احنا قلنا ان ده بيبقى very risk ان يحصل stent thrombosis و after 6 months it is safe ان انا اعمل فيه elective operation. between 1 to 6 months لو ما فيش acute coronary syndrome قبليها فده class 2a، لو في acute coronary syndrome قبليها فده class 2b. تمام. طيب في فرق في الارقام دي 6 months و 12 months دي ما بين اليوروبيان والامريكان، فخلونا على اليوروبيان اسهل. اوكي طيب دول الديوال انتي بليتلت ثيرابي. المفروض لو العيان ماشي على برازوجريل مع اسبرين هوقف البرازوجريل ده قبليه ب 7 ايام.
لو كلوبيدوجرال او تيكاجرول هيبقوا من 5 لـ3 ايام. والاسبرين ماشي طول الوقت معايا في الاوبريشن، المفروض العيان اللي مركب ستنت يخش على الاسبرين، وهم لقوا ان هو بيزودش الريسك زي ما هنقول بعد كده. وارجع as soon as possible الدي والانتي بليتلت ثيرابي بعد الاوبريشن تقريبا بيبقى من داي 2 تو 3 بعد الاوبريشن. اوكي طيب، هو مش خطر ان انا ادخل العيان على اسبرين؟ لا، هما لقوا ان في البويس 2 ترايل دي ان العيانين اللي دخلوا على اسبرين versus العيانين اللي دخلوا على بلاسيبو لقوا ان الكومبوزيت اند بوينت اوف ديث اند مايوكارديال انفاركشن ريليتيف ريسك ريدكشن قل فيهم ب 50%. فهو لازم العيان يخش على اسبرين. في another meta analysis شافوا الحكايه البليدنج دي، هما برضو جابوا عيانين بس دول اسكيميك هارت ديزيز، عيانين وقفوا لهم الاسبرين فيرسس عيانين ما وقفلهمش، فلقوا ان نسبه البليدنج زادت ب 50%، بس مش السيفيريتي اوف ذا بليدنج، البليدنج بس زاد 50%، بس السيفيريتي اوف بليدنج او ان هو حاول البليدنج دي فيري هاي ريسك، لا ده ما حصلش. اكسبت في العيانين اللي هم كانوا عاملين انترا كرينيور سيرجري او ترانسوريسترال بروستاتكتوري، دول كان البليدنج فيهم هو ده اللي كان فيه مشكله. انما لقوا ان العيانين بقى اللي احنا العيانين الاسكيميك هارت ديزيز لما شلنا منهم الاسبرين زود الريسك اوف ستروك وام اي وديث، عشان كده لازم اصر ان العيان بتاعي يخش على الاسبرين. طيب في حاجه اسمها بريدجنج استراتيجي للعيانين دول اللي داخل اعمل اورجنت اوبريشن ولازم تتعمل في ويزن 1 مانث بعد الستنت ديبلويمنت وهوقف الديوال انتي بليتليت، بس ده ريكومنديشن كلاس 2 بي ان مفيش كونسنسس قوي على ان هم بينفعوا او بيفيدوا. ما احنا ما عندنا التايروفيبان والابتي في بتاعي، فهو الريجيمنت بتاع الاستراتيجي بتاع البريدجنج ان انا امشي على كانجري رول وده انترافينوس واي 2 بي اللي هو بي 2 واي 12 انهبيتور او جلايكوبروتين 2 بي 3 اي انتاجونست هو التايروفيبان والابتيفيباتاي، بس ما استخدمش في البيدجنج انفراكشنيتد هيبرين ولا لو موليكولار ويت. طيب الكونسنسس مش قوي قوي ان انا يعني ادابت حكايه البريدجنج ثيرابي دي، لان العيانين دول اينام هم هاي ريسك، بس هم لقوا ان لما انا مشيت على البريدجنج ثيرابي ان الستنت ثرومبوزس فيها حصلت بنسبه 1.3 واخدت فيري ميجور ريسك بليدنج حصل في 7.4%، فالبنفيت بتاعهم قوي ما فيش كونسنسس ان انا امشي على البريدجنج ثيرابي ده. طيب البيري اوبراتيف مانجمنت في البيشنت اللي ماشيين على انتي كواجليشن، هم ماشيين على فيتامين كي انتاجونست. طبعا العيانين الهاي البريدجنج ثيرابي ده بعمله في العيانين الهاي ريسك فور ثرومبو امبولك، ان هو العيان يحصل له مشاكل لو وقفت الانتي كواجليشن من غير ما ادي حاجه، زي العيانين الاتر فايبريليشن ويز هاي ريسك سكور او شاد ماسك سكور، او مركبين ميكانيكال بروستاتيك فالف، او عندهم ريسنت فينوس ثرومبو امبوليزم. العيانين دول هم اللي لازم اعمل فيهم بريدجنج، ان انا بوقف الفيتامين كي انتاجونست 3 تو 5 دايز بيفور النون كارديك سيرجري، وبستارت لو موليكولار ويت هيبرين او الانفراكشنيتد هيبرين تقريبا يوم بعد ما بوقف الانتي كواجيليشن او وين الاي ان ار از ليس ذان 2. طبعا بدي الدوز بتاع لو موليكولار ويت هيبرين بياخد كل 12 اور سبكيتينيوس، وبستوب 12 اور بيفور النون كارديك سيرجري، يعني الهاف لايف بتاع لو موليكولار ويت هيبرين، وبادجست الدوز طبعا بتاع لو موليكولار ويت هيبرين لو في مودريت او سيفير رينال ديسفانكشن. الانفراكشنيتد هيبرين بيقف بس 4 ساعات بيفور النون كارديك سيرجري. هعمل السيرجري امتى؟ لما الاي ان ار يبقى اقل من 1.5، وهريزيوم التريتمنت از سون از الهيموستاتيك ستاتس بتاعت العيان دي بقت بوسيبل، ودي اكتر حد بيقدر يحددها لي اللي هم السيرجن، يقول لي امتى البريدنج ريسك بتاعه بيبتدي يقل، وده ممكن يوجوالي ستارت بعد 12 اورز او مينلي بعد 1 تو 2 دايز. انما العيانين انما البروسيدور اللي هي فيها لو ريسك سيريوس بليدنج بخش زي مثلا الكاتاركت او ماينور سكين سيرجري، ما بغيرش اي ريجيمنت في الانتي كواجيليشن ثيرابي بتاعي، بس ات از وايز ان انا ادخل العيان ده على لوور اي ان ار ثيرابيوتيك لوور اي ان ار بتاعي. الايه الدنتال، ما اي حاجه تقدر تكمبرس البليدنج فيها هما بيخافوا، انما احنا ممكن تدخلهم على 2 يعني اقل حاجه، انما مش هوقف انتي كواجيليشن. اي سؤال؟ هو
طبعا هو المانجمنت فيه حاجات تانية كتيرة فيها فالفيولر مثلا لو حابين نتكلم عليها. الفالفيولر هارت ديزيز احنا قلنا اسوأ تايب فيهم هو سيفير اورتيك ستينوزس. لو هو سيفير وسيمتوماتيك دي لازم اعمل الفيرست ان انا اعمل الفالف ريبليسمنت فيرست. لو ارجنت اوبريشن بدخل العيان بس بجود مونيتورنج ديورنج الاوبريشن ان انا ياخدوا بالهم جدا من الفوليوم اوفرلود او الهايبوفوليميا من التاكيكارديا فيبقى ده لازم جود مونيتورنج للبيشنت ده. لو هو اسيمتوماتيك وسيفير اورتيك ستينوزس لو هو ارجنت او هاي ريسك اوبريشن لازم اعمل الريسك الفالف سيرجري الاول. لو هو اسيمتوماتيك وانترميديت او لو ريسك سيرجري ممكن يجو فور سيرجري من غير الفالف ما يتغير. طيب لو هو سيمتوماتيك وسيفير بس العيان رفض العمليه في اذر بقى اوبشن اللي هو التابي او ان انا اعمل بالون فالفوبلاستي للتايب ده. لو مثلا مايتري ستينوزس وسيفير برضو لو سيفير وسيمتوماتيك يعمل بالون مايتري الاول قبل الاوبريشن بس ده عشان كتريتمنت للفالف نفسه مش عشان الاوبريشن. يعني هو ده بعمله عشان الفالف هو ده هو سيمتوماتيك ما هيعمله امتى الالكتيف اوبريشن ممكن تتاجل. لو اسيمتوماتيك والميتر فالف اريا اكتر من 1.5 فده ممكن يخش الاوبريشن عادي بس جود مونيتورنج برده للفوليوم اوفرلود وادخله اندر بيتا بلوكر عشان افويد التاكيكارديا. الريجورجيتنت ليجن بيبقوا بيتر بيستحملوا العمليه اكتر من الستيناتيك ليجن. العينين الليفت فنتريكولار ديسفانكشن احنا زي ما قلنا ان احنا لازم ندخلهم على اوبتيمال ميديكال تريتمنت. الريسك فيهم بيعلى لو هو الايجكشن فراكشن اقل من 35 هو ده اللي بيبتدي يوضح. البريزيرفد الجاي هارت فيلر ويز بريزيرفد ايجكشن فراكشن برضو كاري ريسك اي نعم اقل من الريدوسد ايجكشن فراكشن ولكن اعلى من العيان النورمال. هما دول اكتر موضوعين مهمين. سكور ما لي سكور ده هو الريفايز كاردياك ريسك سكور هو اسمه لي هو هم انا ما هو هما كل شويه بيغيروا. يعني مثلا الريفايز كاردياك سكور هو لي سكور بس الجايد لاين شالت منه هو 6 هو 6 ايتمز انما في الجايد لاين شالوا التايب اوف سيرجري وطلعوها بره السكور وادوها سكور لوحدها بس اللي سكور هو الريفايس كاردياك ريسك سكور هما واحد. طب هو ده عنده كده كلينيكال ريسك لا مش فانكشن اسيسمنت هو احنا بنعمل دوبيتامين عشان يديك العيان ده هو اسكيميك ولا لا ان هو عنده مالتيبل ريسك فاكتور يبقى اسكيميك. ما هو الدايبيتس از ايكويفالنت فور اسكيميك كارد ديزيز فهو ممكن يبقى سايلنت اسكيميا. فلو هو دايبيتس بس ممكن ما عملوش حاجه انما لا دايابيتيك واولد ايج وهايبرتنسيف وداخل هاي ريسك سيرجري هعمل يعني هي تقريبا نفس السكيم بس هخلي بالي ان هما دول هبص كويس هعملهم ايكو كويس عشان دول الهاي كارديك اوت بوت فيهم ممكن يدخلهم في هارت فيلير ما مالهمش حاجه ثانيه زياده. ان الارتيريو فينس فيسلا من الاوبريشن تقريبا اللي هي اعتقد لو ريسك يعني لو يعني هو في سايت كان مكتوب فيه الريسك بتاع كل اوبريشنز ثانيه واحده اشوف له الارتيريو فينس فيس لو مكتوبه يعني والله ريسك الانتربرينيا والميجر الباسكولار مينلي الهيد اند نيك الميجر والبريفرال 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 والانتربرينيا هو ده الميجر في ريتنال اللي هي لو هنعمل ريتنال اوبريشن هي الكاتاركت هي اللي لو ريسك
يعني هي بالعكس هو الريتينال الاوفثالمولوجيكال تريتمنت اوبريشن ممكن تعتبر هاي ريسك عشان البليدنج فيها بيبقى فيري في او ميجر ممكن يلوز الاي. الارتيريو فينس فيستولا الامبيتيشن هاي ريسك عشان تقريبا بلاد لوس فيه كتير ما بس بلاد لوس فيه كتير ما هو اي اوبريشن فيها ميجور فلويد شيفت او بس او بليدنج لوس بيعتبروها بيدخلوها جوه الهاي ريسك. دكتور الجايد لاين ده 2015 ممكن بعد شهر ممكن بعد شهر ده تريبل احنا ما جبناش تري تريبل خالص احنا ده ديوال انت مش كاتبين الارتيريو فينس فيس بس اعتقد انها يعني هتبقى انترميديت للو يا بشور اوكي الاكتيف كاردياك كونديشن اللي هم العينين اللي عندهم اكوت كوين سيندروم